وكلنا فرحانين ان احنا في رحاب ام النور. ولما قالوا لي تعالى عشان تتكلم عن مرمينة، لقيت مرمينة في وشي وراكم على طول كده. قلت يعني ده يعني بيقول ويلكم. وكنت لسه بقول لابونا، كنت قاعد بجهز حاجة لقيت حمامة دخلت علينا في قلب المكان بتاعي اللي انا بجهز فيه المادة. لقيت حمامة دخلت كده وقفت قدامي ربع ساعة، بصيت لها معناها ما فيش مكان يخش، يعني هي دخلت من الباب وقفت قدامي، بصيت لي كده ربع ساعة ومشيت. مشيت حمامة عادية يعني، ودي أول مرة تحصل. فقلت كده يعني إيه بشرة خير إن العدرة بتقول لنا يعني انت انا عايزاك تيجي تزورنا. فكنت هعمل تغيير للمواعيد، لكن قلت هي قالت لنا بقى ويلكم. يعني ممكن تجيب هنا عندي اقرب شوية، هنا قدامي موجود في قلب الشنطة. انا فرحان بالخدمة لا هنا خليها زي. أنا فرحان بالخدمة أنا النهاردة هكلمكم عن تاريخ مدينة أبو مينا الأثرية والقديس مرمينا. وطبعا هو محاضرة تاريخية. طبعا اتكلموا عن الخدمة واجتماع خدمة. أنا عقبال ما يجهزوا المادة هقول أربع نصايح للخدام. النصيحة الأولى للخادم أن يكون قدوة. قدوة. قدوة في كل شيء. لابد أن يكون راجل بتاع شماس، يحب الأصوام، يحب الصلاة، يحب التسبيح. كنسي. الخادم لابد أن يكون كنسي. قدوة. قدوة في البيهيفير، السلوكيات. قدوة في دراسته في الجامعة. قدوة في المجتمع اللي عايش فيه. قدوة في بيته. All something. قدوة. لابد أن يكون الخادم قدوة. تاني نقطة لابد أن يكون الخادم عنده language، لغة. How you can talking مع الأطفال، مع الشباب، language. language دي اللغة دي بالوجه، بالحركة، بالكلام، بالابتسامة. language. أبونا he is coming when I see him. welcome أبونا. لازم تبقى مبتسم. يبقى لازم يبقى أول حاجة قدوة، تاني حاجة ليه لغة، لغة حديث. تالت حاجة المادة اللي بيقدمها، لازم يقدم مادة تبقى مقبولة للناس، مقبولة للتكنولوجي، الهاي تكنولوجي اللي احنا فيه، التطور اللي احنا فيه. رابع نقطة، لابد أن يكون يعلم بأمثال. كان يسوع يعلمهم بالأمثال، يعني ياخد مثل من الطبيعة اللي هو عايشها والوسط اللي هو عايشه، ويقول
يعلمهم. يقول مثلا لو مثلا ناس دكاترة يجوا يجيب مثل من الدكاترة، مثل مدرسين يبقى يجيب مثل من التدريس. أبو مينا دول الأربع نقط لنجاح الخادم. لابد أن يكون قدوة، he has a language، لغة عنده. ثالث نقطة كنت قايل إيه؟ عنده منهج بيقدمه يتوافق مع التغير التكنولوجي. رابع نقطة يستخدم الأمثال من المجتمع في توضيح، وكان يعلمهم بأمثال. دول أربع نقط. أنا بس عشان نبدأ المحاضرة، القديس مريمينا هو أشهر شهيد مصري. بنشرح القصة في خمس أسئلة. أول سؤال، تاريخ القديس مريمينا أو الستوري، قصة بتاعته. مريمينا هو أصلا من المنوفية، من محافظة المنوفية، من مركز منوف، بلد اسمها زاوية رزين. اتولد سنة 285 ميلادية. طبعا احنا عارفين قصته، كانت والدته ما بتخلفش، وقفت قدام سورة العذراء يوم عيد العذراء وقالوا لها سمعت كلمة امين. واتولد القديس مريمينا سنة 285. ابوه اسمه اودوكسيوس وام اسمها اوفومية. بعد 11 سنة من ميلاده توفى والده، بعد 4 سنين توفت والدته، وفي سن ال 15 دخل الجيش الروماني وبقى ضابط في الجيش الروماني. قعد في الجيش الروماني 3 سنوات. طبعا دي مقدمة، دي المخطوطات اللي كتبت الكلام اللي أنا بقوله. What is the documented؟ انا بالمناسبه حافظ على ماجستير في الاثار في مدينه ابو مينا الاثريه، وبعمل دكتوراه في تاريخ الرهبنه القديمه في منطقه مريوط. دي الثلاث مخطوطات، مخطوطه باللغه القبطيه. المخطوطه دي مكونه من 3 اجزاء، كتبها البابا يوحنا 48، هي باللغه القبطي الصعيدي. مكونة الجزء الأولاني يخص عن قصة حياة مريمينا، الجزء الثاني بيتكلم عن تاريخ المدينة الأثرية، الجزء الثالث بيتكلم عن معجزات القديس مريمينا. ودي أرقام المخطوطات زي ما أنتوا شايفين كده. دي مخطوطات أخرى عشان إحنا وإحنا بنعمل دراسة، بنعمل دراسة مقارنة comparison between manuscript، كذا مخطوطة يعني عشان ندفع عن بحث يعني. بعد 11 سنة اتوفى والده، بعد 4 سنين اتوفت والدته، وفي سن ال 15 دخل الجيش الروماني وبقى ضابط في الجيش الروماني. قعد في الجيش 3 سنوات، ثم كان له صديق اسمه أثناسيوس كان بيحكي له عن تربيته وأسرته، وإزاي كان هو والدته بتعلمه الأصوام والصلوات، وده دور التربية اللي داخل الأسرة زائد التربية داخل الكنيسة اللي هو عمل الخادم. كانت والدته بتعلمه الصلوات، لذلك دايما مريمينا رفع إيديه كده يصلي الصبح، يصلي بالليل، يصلي على الأكل. كانت حياته كلها حياة صلاة. القديس ما بيطلعش كده ابن ليلة، لا، ده بيتأسس، بيتأسس من أبونا الكاهن وهو بيعلمه behavior for Christianity، السلوك المسيحي، بيعلمه التواضع، بيعلمه الحب، والأم بتعلمه ترضعه الإيمان، الأصوام والصلوات، والأب يجيبه الكنيسة يلبس شماس ويقف جربونه.
كل دي بتشكل الشخصية. مش بيطلع كده قديس. جهزوا لكم، علموهم في التربية الكنسية ازاي يرفع ايده، علموهم ان القديسين والاباء الكهنة والاباء الاساقفة دول على حسب التربية. علموهم يبقوا متواضعين طيبين حنينين، عشان لما تكبر تلاقي ليك سند يساعدك. ما انت هتكبر مش هتلاقي حد، هتيجي تكلمه في التليفون هيبعت لك مسد كول. علمه لك الحب. لذلك التربية سواء كانت في البيت رقم واحد من الأم والأسرة، زائد الأب الكاهن جوه الكنيسة، يلاقي أولاده طلع منه خدام وشمامسة وكهنة ورهبان. قعد في الجيش 3 سنوات، كان بيحكي له قصة حياته وتربيته، ثم ترك حياته الجندية وعاش في الصحراء الغربية يحيى حياة النسك والزهد والتقشف قبل الأنبا أنطونيوس والرهبنة والزي الرهبان اللي أنا لابسه ده. قعد 5 سنوات، ثم دقلديانوس الإمبراطور الروماني تحول من المسيحية اللوثنية وصار يتهد المسيحيين. قديس مريمينا راح اعترف بالسيد المسيح، قعدوا يعذبوه 1 سنة كاملة. خلال السنة دي ظهرت قداسة مريمينا، يعني بنشروه بالمنشار، المنشار تحول زي الشمع، كانت الناس تؤمن بإله القديس مريمينا، يعصروه بالهنبازين، يضربوه بالسياط، يقوم معافى. ثم استشهد 309 ميلادية، هو اتولد 285 واستشهد 309، يبقى عمره 24 سنة. ده أنا في أكشن ورياكشن، يعني في ديالوج بيننا، أنا هسأل في الآخر. مريمينا كان عمره كان سنة يوم اتولد 285. هو أصلا منين مريمينا؟ محافظة المنوفية من زاوية رزين. طب ما رجلجس منين؟ فلسطين. النهاردة احنا ما كناش فول، لا لسه. يبقى مريمينا من مصر، من محافظة المنوفية، مركز منوف. اتولد 285 واستشهد 309، يبقى عمره 24 سنة. لذلك دايما تلاقي شاب. طب في صور لمريمينا وهو راجل كبير، ده مش بتاعنا، مش مريمينا المصري. دي احنا لما بنهجي نعمل بحث بنجيب كتب اللي انتوا شايفينها ديت، كتب وميامر عن القديس مريمينا في البحث بتاعنا. طبعا القاب مريمينا حد عارف القاب مريمينا؟ هو اصل كلمه الاسم بتاعه مينا، هو اول طبعا اول ملوك الاسره الاولى من سلسله اسر الفراعنه، وقد حكم عام 3200 قبل الميلاد. طبعا هو بيكتب ب ام اي ان او ام ان ام اي ان اي، وده يعني باقي صامد مستمر دائم ثابت، ده معنى الاسم مينا يعني. لما استشهد القديس مريمينا ازاي جسده جه منطقة مريوط وتحولت وتكونت مدينة باسم مريمينا. كان بيعيش في منطقة مريوط مجموعة من البربر، مجموعة من الناس، كان بيجي عليها بربر من شمال افريقيا، بربر جمع كلمة بربري، والبربري ده انسان همجي بيقتل ويسرق وينهب زي داعش كده. بعتوا للامبراطور الروماني، بعتلهم كتيبة من الجنود بقيادة القائد اثناسيوس اللي هو كان زميل مريمينا في الجيش، وهو جاي جاب رفات مريمينا عشان يستبارك بيه أثناء الحرب، لأنه شاف المعجزات اللي حصلت ساعة الاستشهاد أثناء العذابات يعني. فجاه وهم جايين في البحر خرجت عليهم وحوش بحرية رقابها زي الأبر جمال، هي اندثرت طبعا زي الديناصورات كده اندثرت،
رقابها زي رقاب الجمال كادت أن تلتهم الجنود، ولكن خرج من رفات القديس مرمينا ألسنة نارية أبعدت الوحوش البحرية وصارت حامية للسفينة حتى بحيرة مريوط. بحيرة مريوط دي في حتة سيدي كرير قدام دير أبو سيفين كده. جم منطقة مريوط حربوا البربر وطردوهم وانتصروا عليهم وطردوهم من البلاد، وهم راجعين حطوا رفات القديس مريمين على جمل لقوه برك او قعد، حطوه على جمل تاني لقوه قعد، عرفوا ان القديس مريمين عايز يعيش في هذا المكان. قائد اثناس راجل شاطر جاب اتنين، واحد زي المربع ايده ده، قال له اكتب قصة حياته زي ما هو حكاها له عن اسرته واهله، دوكومنتد اللي خدناها عن طريق الراجل ده، وقال له ارسم صورة لشاب عمره كم سنة؟ ولا سنة كام؟ واستشهد سنة كام؟ 9. يبقى عمره كم سنة؟ قال له اكتب كده وارسم ان هو كان ضابط في الجيش الروماني وحواليه الجمالين اللي مرضوش يتحركهم. لو بصيت ورا كده كان نفسي اجيب صورة معينة، متأسف. والرقاب دي رقاب الوحوش البحرية اللي طلعت عليهم. حط الجسد بتاع مريمينة في الصندوق وردم، وحط معاه الأيقونة الخشب المحطوطة على البارز دي، وكتب البردية وردم عليها ورجع. كان بيعيش في هذا المكان راعي غنم. يبقى كده احنا قلنا اول حاجة قصة حياة مريمينة، اول سؤال. السؤال التاني بقى، ازاي اكتشاف الجسد بتاع مريمينة وتكوين مدينة أثرية كبيرة؟ كان بيرعى في المكان راعي غنم، كان عنده خروف أجرب، يعني أجرب يعني معلهوش شعر، اتمرمر في التراب ونزل في المية بركة مية، بس لقى الشعر طلع. الراجل بذكائه خد من التراب والمية ودهن اللي رجليه وجعاه واللي عينيه وجعاه وكان بيخف. الراجل كان فيه واحد كسيح في المكان، خد من التراب والمية ودهن رجليه ومشي. وصار هذا المكان، الراجل قال لرعاة الغنم والناس، كان منتشر وباء الكوليرا زي الوباء اللي حالي ده، كانت الناس تاخد من التراب والمية وتدهن نفسها تخف. وصار هذا المكان مشهور جدا، لذلك سلموه هوسبيتاليتي بليس، مكان استشفاء، جاي من كلمة هوسبيتال. مش هوسبيتاليتي ساعات بتبقى استضافة، لكن هوسبيتاليتي جاي من الاستشفاء، وكتب عليها عنها في التاريخ بهذا. بنت الامبراطور الروماني كانت مريضة بمرض الجذام. عارفين مرض الجذام؟ مرض بيسيب الايدين والوش وكده والاطراف وتأكل الاطراف. راحت للدكاترة كتير ما خفتش. وبحيرة مريوط دي كانت ميناء تجاري بين شمال وجنوب افريقيا واوروبا القديمة. التجار دول نقلوا عن منطقة مريوط الاستشفاء ده، وكان بنت الامبراطور مريضة بمرض الجذام، جات بيتت في المكان، خدت من التراب والمية ودهنت وشها وايديها. بالليل ظهرها القديس مريمينة وهو لابس جندي ضابط في الجيش الروماني، وقال لها احفري في هذا المكان وبعتي للبابا اثناسيوس. عارفين البابا اثناسيوس؟ بطريقة رقم كام؟ 20. كام؟ 20. رقم 20. جه البابا اثناسيوس، والبابا حتى او قانون ايه؟ حتى قانون الايمان. جه البابا اثناسيوس واخرج رفات القديس مريمينة وبدأ يعمل اول كنيسة للقديس مريمينة. طبعا احنا بنحط دايما لما بنعمل دراسة علمية بيبقى ليها مصادر تاريخية وبعض المخطوطات، و جه البابا اثناس زيسس ماستر بلين، خريطة عن المكان دي. ركز معايا عشان هسأل الناس اللي في الركن اللي عند القديس استفانوس، انا شايفهم، ركزوا معايا. هدايا اللي هيقول طبعا.
بتوع القديس استفانوس، شايف استفانوس؟ انا شايفهم. بصوا، عمل اول كنيسه البابا اثناسيوس، الكنيسه الاولى في بدايه القرن الرابع الميلادي، بناها البابا اثناسيوس على شكل حد معماري، شكل التتراكونش، اربع حنيات، ودي كانت الاولى. اول ظهور الفن القبطي او العماره القبطيه كانت في ابو مينا، اللي هي دي اربع حنيات وفي هنا قبه. تطور الحضاره، احنا بناخد من الحضاره القديمه لغايه القرن الرابع. في بدايه القرن الرابع بدات تظهر الأبب، كنيسه تظهر الأبب بتاعتها. في بدايه القرن الرابع بنى البابا اثناسيوس الكنيسه الاولانيه، وكان الاباء الرهبان بيعيشوا هنا وهم اللي بيصلوا في الكنيسه دي في الصحراء، وكان في الاباء الناس المرضى بيعيشوا في السيركل ده، في دي الحجرات بتاعتهم. من الاباء الرهبان دول سبع اباء رهبان اتنفوا مع البابا اثناسيوس لاوروبا وبشروا بالمسيحيه في بدايه القرن الرابع في اوروبا، وليهم كنيسه باسم الاباء الرهبان السبعه في ايرلندا موجوده. زادت الناس وكترت، وعمل تحت الكنيسه مزار للقديس مريمينا، ده سلم النزول وده سلم الخروج. وبدا في بدايه القرن الخامس البابا ثاوفيلوس البطريرك رقم 23، سقفوا المجموعه دي، عايز يبقى في اكشن ورياكشن بعد اذنكم. يبقى ايه؟ البابا ثاوفيلوس البطريرك 23 بنى البازيليكا الكبرى على شكل صليب. شايفين الصليب؟ معايا صليبه، معايا صليب انا. شايفين الصليب؟ ده الصليب، جناح الصليب ده والجناح اهو، ده جناح الصليب وده الجناح الثاني وده الابس بتاع الصليب، دي على شكل بازيليكا. وبنى، ودي الكنيسه طولها 60 متر عرضها 51 متر، دي 56 قاعده عمود، ودي دي سلم الدور الثاني. كانت الكنيسه عباره عن ممر اوسط اهو وممرين جانبيين، وهنا دول عبارة عن زي بلكون، بلكون كده وبلكون كده، ودي عبارة عن كناء حجرات للأباء الكهنة للخدمة. وبنى البابا ثاوفيلوس معمودية في الغرب، عبارة عن ايه المعمودية دي؟ دايرة قطرها 2.5 متر، عمقها 180 سنتي، عشان كانت الناس تخش من الوثنيه للمسيحيه كبار، فكان لازم يتعمده، فينزل من هنا بالسلالم ويطلع يخش من الغرب للشرق ويخش على الكنيسه. ودي حجره خلع الملابس وتغيير الملابس. وعمل معموديه للاطفال الصغيرين. ده البابا مين؟ الناس اللي نايمه، البابا مين؟ بابا ثاوفيلوس، انا شايف. وزادت الناس وكترت، الرهبان عملوا ليهم دير بعيد، وبقت دي عبارة عن هوتيلات، فنادق أو دور ضيافة، 3 ستار 4 ستار 5 ستار كده يعني. وبقت هنا دي بيسموها ساحة تجمع الحجاج، ودي عبارة عن، دي عبارة عن ايه؟ زي أرشات كده، ودي قواعد عمدان، وهنا في سيلز، محلات لبيع السفونيرز، هدايا التذكارية. كان ياخدوا ايه من مريمينا؟ كان ياخدوا قارورة مريمينا، كان ياخدوا قارورة مريمينا. عارفين القارورة؟ الواجهة عليها صورة مريمينا، ومن ناحية تانية هولي ووتر، هولي اويل، مكتوب عليها كده باليوناني بالقبطي. بقت في مجموعة فنادق، في اسواق، في حمامات ساونا دبل باص، اللي هما كانت الناس بتيجي من سفر، ففي حمامات بخار، وفي سنجل باص للسيدات او الرجال. المدينه كانت مساحتها 11، مساحتها 2000 فدان 2000 ايكر. دي طبعا حاجة معماري شوية،
دي تطور الكنيسة، مراحل تطور الكنيسة عشان تاخد الشكل الثلاثي. ازاي بدأت والمعمودية كانت صغيرة، بعد كده ازاي تعملوها تو ايلز وهكذا يعني. ده نظام التغطية بتاعت البازيليكات زمان، كلها بالخشب، وده شكل التغطية ودي شكل الكنيسة بالظبط. لما بنيجي نعمل دراسة عشان ريكونستراكشن، ازاي نعمل يبقى في فكرنا احنا الكنيسة دي كانت شكلها ايه؟ انا الكنيسة دي يعني بعد مثلا مليون سنة ولا ايه؟ مبقاش مليون، تبقى حاجة فاونديشن. ازاي يبقى عندنا ايميجينيشن، تخيل عن شكل الكنيسة؟ فبنعمل حاجة اسمها دراسة مقارنة، بنشوف البازيليكات دي موجودة فين بره، ذا سيم سنشري، نفس العمر، ذا سيم، نفس التركيب المعماري، ونقول ان الديزاين ده هو نفس الديزاين ده، وناخد ممكن يكون السكيل مختلف شوية، الطول او العرض، لكن البازيليكا دي مثلا في سان سابينا في ايطاليا، وفي رافينا في ايطاليا. بندرس فيها شكل العمود ازاي، التاج شكله ايه، السقف جملون، عشان ما حدش يقول لنا انتوا بتتخيلوا حاجه غلط. فبندرس نفس العمر ونفس التاريخ ونفس التكوين المعماري. دي طبعا زي ما انا قلت التاريخ بتاعها، وده احنا دي كنيسه سان سابينا اللي انا قلت عليها في ايطاليا. بالمناسبه انا سافرت ايطاليا وروما وصورت هناك الكلام ده. بنقول ده دور تاني كنيسه، وادي شكلها ايه. انت بتروحوا هناك تلاقوا فاونديشن، هتلاقوا يعني حاجه بسيطه كده، لكن الكنيسه كانت كده. ادي ممر اوسط وممرين، ده ممر ومر اللي قدامه، ده شكل العمود وايه الرسومات وايه الصور وايه دي نفس العمر، القرن الخامس الميلادي. طبعا انا ما باجي ادرس بحط كذا سقف، سقف ممكن ده فلات، التاني كان جملون. بعد كده دي كنيسه بقى رحتها في كنيسه الميلاد في القدس، دي زي مجسم، شايفين مكان العمدة ازاي، ودي بنفتحها بنكسرها كده بحيث ان انت تتخيل شكل الكنيسة. الناس يحسبونا احنا مش فاهمين الكنيسة دي شكلها ايه، هي شوط الحجارة دول، طب فاكرينها ازاي؟ احنا فاضل قد ايه من الوقت؟ قول لي يعني عشان 10 دقايق. كويس، احنا وصلنا لايه، لغاية ايه في القصة؟ انا خرجت بس عشان اخشكوا حته معماري كده، وبرضه ان احنا ايه شكل القاروره. كانت الناس بتاخد المدينه، بقت مدينه كبيره مساحتها 2000 فدان، يحميها 11,000 جند روماني، مكونه كلها بيسموها ماربل سيتي، المدينه الرخاميه. في دراسة ماجستير وجد 21 نوع رخام كان جاي مصر، هي سلة الخبز الإمبراطورية الرومانية. مصر سلة الخبز الإمبراطورية الرومانية، ياخدوا من هنا القمح وبعتوا لنا مكانه الماربل أو الرخام. المدينة كان فيها معاصر للزيتون، معاصر للزبيب، فيها 7 كنايس ودير، وكان في دير للراهبات. مدينة قبطية أرثوذكسية كبيرة، كانت حج تاني بعد القدس. لذلك ده المكان اللي أنا قلت لكم الدايرة ده كان بيسموه ساحة تجمع الحجاج.
ولقينا ده بيسموه ساحة تجمع الحجاج، ولقينا القارورة دي في كل حتة في العالم، في شمال وجنوب أفريقيا وأوروبا القديمة وشرق آسيا. كان البابا البطريرك يقيم في هذا الجزء ويعطي البابا البطريرك يقيم في هذا الجزء، وكان الدونيشن العطايا اللي بياخدها من الناس كان يوزعها على كل كنائس مصر. المدينة قعدت مزدهرة القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن حتى التاسع. في التاسع الأعراب استولوا على اسكندرية ومنعوا الناس تيجي وقطعوا الطرق زي أيام الثورة كده، وبدأ السؤال الثالث انهيار المدينة. بدأت الناس بقى ما تجيش المكان، بدأوا يكسروا في الحجارة وهكذا يعني. المعتصم الخليفة العباسي كان بيعمل مدينة سمراء في العراق، بعت واحد اسمه لعازر الدمشقي وكان نسطوري، نسطوري يعني غير كوبتك أرثوذكس، راح خد كان واخد عمدان عشان يعمل مدينة سمراء، جه خد العمدان اللي في مدينة سمراء في مرمينة وعمل مدينة سمراء في العراق. آخر ظهور للمدينة في عهد محمد علي، كان في قافلات تجارية بتيجي من ليبيا راح اسكندرية. اللصوص كانت بتستخبى في الأطلال المتبقية وتنقض على القافلات التجارية. اشتكوا لمحمد علي ردم المدينة بكام؟ محمد علي سنة كام؟ برافو، سقفوا لها دي شاطرة بتاع 1805. يعني كويس، حبنا. عايز أعلمكم حاجة، دايما أربط، أنا محاضر شاطر خلي بالك، بدي عند البابا أنبا بتاع أسقف وسط البلد، أنبا رفائيل، بدي في معهد الدراسات التاريخية البابا شنودة، بدي أثار مواقع أثرية. صح صح معايا يا معلم. أربط دايما الأحداث بتواريخ، ما تنسيش، واربط الأحداث بموقف. يعني هو اداها ميدالية، تقول له انا خدت ميدالية اصل حصل كذا وابونا كان بيقول. اربط عشان ما تنساش، اربط الارتفاع بتاع كذا بسلالم، جدد الخلايا بتاعت الذهن. كل ما الواحد متوه ينسى، جدد. لذلك الناس كانت زمان تقعد تضرب ضربيات ثلاثة مثلا، ثلاثة ارقام في ثلاثة ارقام، كل خليته خلاص، لا اضرب عشان تعمل تنشيط لجدول الضرب والمخ والعين والكتابة وخطك في الأرقام وكده يعني. سنة 1805 محمد علي ردم المدينة كلها عشان اللصوص اللي كانوا بينقضوا على القافلات التجارية. السؤال الثالث اكتشاف المدينة. سنة 1905 على يد عالم أثار اسمه كارل ماريا كوفمان، هو ألماني أركيولوجيست، راجل بتاع أثار، اكتشف المخطوطة اللي أنا قلت عليها من سكريبت الموجودة في الفيوم، اللي هي مخطوطة بالخط الإبط الإيه؟ الصعيدي، برافو. ومكونة من كم جزء؟ ثلاثة أجزاء. ما هو أنت اللي خدت مرة مش هتاخد تاني. والمخطوطة من القرن العاشر الميلادي، كتبها البابا يوحنا 48. المخطوطة دي موجودة في جامعة مورغان بأمريكا، ترجمها للإنجليزي جيمس دارشر، وترجمها للعربية الدكتور عزيز غرباوي، وده المرجع الرئيسي اللي احنا بناخد منه عن مدينة القديس مريم. بدأ يجي يكتشف، اكتشف كنيسة العذراء وكنيسة مريمينة والمعمودية وساحة تجمع الحجاج وهكذا. هو راجع خد 100 صندوق وعمل متحف في فرانكفورت في ألمانيا. رئيس الدير راح زار هناك في سنة 2005 وخد كتاب أو عن المعروضات في هذا المتحف من قواعد وتيجان وحاجات زي كده.
سنه 40 حاول ابونا مينا المتوحد. مين ابونا المتوحد؟ برافو، كلكم تاخدوا هدايا برضه. حاول يعيش هناك لكن ما وافقلوش. وافقلوا سنه 59 بقى البابا الكنيسه الارثوذكسيه بابا كيرلس رقم كام من البطاركه؟ 116. سقفوا لهم، الراجل ده راجل طيب، اديله. ايوه معلش معلش، خلي عديها المره دي. 116 جه البابا كيرلس صلى على المذبح الرئيسي بتاع الكنيسه اللي هو المذبح ده، وحط حجر اساس دير مريمين الحديث اللي احنا كلنا بنروح نزوره هناك. وكان اول بابا بطريرك يزور بعد القرن الكام؟ التاسع. التاسع، معلش فرقت معاكم المره دي، والراجل حتى مشي يعني ما. وبدات نهضه هذا المكان، وصار هذا المكان هو شهادة ميلاد دير جميل جدا باسم مريمينا. حقق للبابا كيرلس حلمه أن يكون في هذه البقعة حياة رهبانية جديدة، وصار رهبان باسم أفامينا، حاجة كبيرة. وعايز أقول أن حياة التطور اللي حصلت في الدير معجزة. الكلام سهل لكن لما تشوف الحياة والطبيعة والظروف اللي عاشوها الأباء هناك عشان يصلوا للمجمع المعماري الكبير الجميل ده، تحس ان دي معجزة كبيرة جدا. هذا الدير ليس له وقفيات، لكن لما جاء جسد البابا كيرلس سنة 72 هناك صار عمارا كبيرا في هذا المكان. جات من كل حتة في العالم. سنة 79 اختيرت هذه المدينة أن توضع التراث العالمي. مصر فيها سبع، فيها سبع مناطق. ايه عم في ايه؟ ما تقفلوا عم. مصر فيها سبع مناطق للتراث العالمي. انا هسأل الناس اللي عند القديس استفانوس، ها متابعكم انا. الاهرامات، وكلمة الاهرامات من اول الجيزة لغاية بني سويف. تاني حاجة الاقصر والمعابد بتاعتها. ثلاثة اسوان والمعابد بتاعتها. اربعة القاهرة التاريخية، قاهرة المعز. خمسة مدينة أبو مينا الأثرية. ستة دير سانت كاترين. سبعة وادي الحيتان بالفيون. دول أشهر مناطق تراث. كلمة تراث عالمي يعني تراث لكل العالم، مهمين جدا. فيهم حاجات اليونسكو حطتهم على الليسك. احنا مدينة أبو مينا هو الأثر القبطي الأرثوذكسي الوحيد على التراث العالمي. سنة رقم 5 في مصر، رقم 90 عالميا. سنة 83 وزعوا حوالين الأرض ديت، وزعوا الأراضي للشباب عشان يزرعوا بالتنقيط ويزرعوا بنجر. عارفين بنجر؟ بتاع ايه البنجر ده؟ برافو، سقفوا له، سقفوا لبعضكم بقى. هم ما زرعوش بنجر ولا زرعوا بالتنقيط الاريجيشن، كان نتيجتها ان هم زرعوا محاصيل حقليه، ذره وغله وبرسيم وكده، والري كان بالغمر. كان نتيجتها ان قبر مريميني مريمينا اوطى من هنا، اوطى من فوق بسبع متر كده. صارت القبر هو المصفى اللي بتتصفى فيها الأراضي كلها. في 2002 اليونسكو هددت مصر بشيل مدينة أبو مينا من التراث العالمي،
وحطته في الليستة المعرضة للخطر، في المناطق التابعة لليونسكو في الليستة المعرضة للخطر. صارت مساعي الدولة، وده بقى هنا دور الدولة في الحفاظ على هذا التراث. سؤال: ما هو دور الدولة في الحفاظ على هذا التراث المصري الممثل في التراث القبطي؟ عملوا مشروع بدأ في 2005 وانتهى في 2010 والمشروع عبارة عن حاليا مساحة المنطقة ديت 978 فدان، قسموها 3 زون 3 أماكن، كل زون حواليه خدوا المكان اللي فيه المباني اللي انت شايفينها دي وحطوا فيها بامبس ترمبات تطلع المية بره المنطقة. عملوا 170 ترمبة، وال 170 دول 7 مشاريع، كل مشروع فيه جنريتور وفيه روم كنترول وفيه محول يطلعوا المية بره المكان. بدأ المشروع في 2005 وانتهى في 2010 ونجح المشروع وأسند اليونسكو على دور الحكومة المصرية في الحفاظ على التراث المصري ممثل في التراث القبطي. وبدينا نعمل نفتح قبر مريمينا عشان نعمل له ريستوريشن، ترميم، ونحط رفات القديس مريمينا جوه، ويصير هو بداية البيلر أو الركن الرئيسي في تكوين المدينة. لأن بداية المدينة كونت عن طريق إيه؟ القبر. وده يبقى بداية الريستوريشن أو الترميم. في سؤال بقى عايز أسأله: هل المية دي، تخيلوا المية اللي ملوحتها 30,000 بي بي إم، أكتر من ملوحة البحر، وكان فيها بكتيريا يعني حاجات كتير كانت بتعمل معجزات. شوفوا ربنا بيمجد القديسين، حتى المية اللي بيرشوها في البيت بتعمل معجزات. الأجانب، شفت الأجانب جايبين أزايز يملوها، أجانب. عايز أقول إن المعجزة حاجة بتحصل مع واحد وتاني وتالت ورابع، يعني مش فكرة واحد شرحها فناس اقتنعت بيها أو أكذوبة، لا. إيه اللي معايش قداسة البابا كيرلس؟ ما زالت المعجزات حتى الآن بعد وفاته، بعد انتقاله للسماء. ولذلك وضع من ضمن من القديسين قداسة البابا، اعترف في القداسة بتاعته. ولو جيتوا عندنا هناك في الأثار هتلاقوا معجزات. دكتورة ما كانتش بتخلف، أستاذة في كلية الطب، مامتها أستاذة أناتومي، وخدت من الترابة، ما كانش فيه أي حل تاني للخلف، وربنا اداها، والنهاردة عندها أولاد، وهكذا. كل يوم بقول للست الأجنبية، بقول لك أنت، كانوا ناس من رومانيا، فبقول لهم أنتوا عارفين المية دي اللي أنتوا هتاخدوها تعملوا بيها إيه؟ قالوا أيوه. فجبت الست المترجمة قلت لهم المية ملحتها صعبة وملحتها عالية جدا، والمية دي ممكن تودي الناس بتاعي تعييهم. قالت لها مامتها، هي بقى شرحت ان مامة الست دي كان عندها اورام وراحت للدكاترة ما خفتش، خدت من المية بتاعت مريمينا دي وردها لجسمها خفت. الناس ما بتعملش حاجة بدون وعي. تعرفين يعني ايه المثل؟ المثل موضوع بيتكرر وبيتجرب فبيبقى قاعدة. دي بقى مثل، يعني هو كده حاجة، المعجزة حاجة اتعملت وبتتكرر. لما قامت الثورة في 2010 و11، الناس اللي بتعمل صيانة للترمبات وللمية وما خدوش فلوسهم، اللي هو المهندس والكهرباء اللي بتشتغل اتقطعت، والجنريتور مفيش جاز يشغله، المشروع الترمبات وقفت، الملوحة مسكت
الأجزاء بتاعة الترمبات، وقف المشروع، المية رجعت تاني. طبعا لما مسك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مسك عمل إعادة تأهيل المشروع القديم وعمل مشروع جديد حوالين المباني دي كده، عشان قالك ده أهم جزء، حط 15 ترومبة هنا والخط دفاع أول. حاليا قبر مريمينا ما فيهوش ميه، طبعا الناس كلها هتبقى زعلانه، فحطينا بدلها الميه بتاعه القداس، كل الناس تيجي تاخد بقى ميه من القداس، يعني هولي ووتر يعني. وبدينا نعمل ريستوريشن، ترميم. انتوا لو جيتوا بقى هتلاقوا في تغير في المنطقه، عملنا زي مدخل جديد وعملنا اماكن حلوه، والدوله قامت بدور كبير جدا. يعني المشروع الأولاني كلف 50 مليون جنيه مصري، الحكومة المصرية اللي دفعته. المشروع الثاني الدولة دفعت 50 مليون جنيه تاني عشان تعيد وتشغل وتطلع المية، ودي كانت مشكلة كبيرة لليونسكو. حاليا مفيش قبر في المية في القبر، ومبقاش في مشكلة دلوقتي في الريستوريشن. أنا قلت دور الدولة، أقول دور الكنيسة. دور الكنيسة ممثل في دير مريمينا. الدير عملنا طريق عشان تخش هناك، طوله 3 كيلو في ارتفاع 4 متر عشان تخش بالبص لغاية جوه المدينة الأثرية. أوجدنا مجموعة من الشباب يشرح التاريخ والحضارة، وأن لنا تاريخ من القرن الرابع، القرن الخامس. حد فاهم يعني ايه لينا تاريخ لينا القرن الرابع؟ واللي عايز اقول اثبات بالحجر، المخطوطات لما ناخدها مرجع، المخطوطة بتتكتب بدماغ الكاتب بثقافته بمستواه. لذلك لما ناخد المخطوطة كمرجع لازم نعملها حاجة اسمها تحقيق المخطوطة، ما ناخدهاش كده. يا ترى الراجل ده زي المتنبي، كان لما يحب الحاكم يكتب قصيدة حلوة فيها، لما يكره الحاكم قصيدة زي الزفت فيه، والاتنين بيبقوا مخطوطة. فلذلك لما نيجي ندرس او ناخدها كمرجع لازم نراجع او نعمل حاجة اسمها تحقيق المخطوطة. أما الآثار فهي تحكي عمارة عصر، عصر تحكي عمارة تاريخ. بنعلمه للأطفال، نعلمه للشباب، نعلمه للكبار، لئلا يأتي منهم عالم كبير وهم دول حماة هذا التراث. نسلمهم ليهم، إحنا بنسلمهم أن يحافظوا على هذا التراث. وبحد يسألوا أنت بقالكم انت بالك قد ايه هنا، اقول له تعالى موريك مدينه ابو مينا. ابونا لما يجي يعمل معموديه يقول انا هروح حته اثريه اعرف مكان المعموديات القديمه فين، في غرب الكنيسه. حاجات ثوابت. الدير بيساعد كل طلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه في التراث القبطي. عاملين كنيسة بنصلي فيها كل يوم، ممكن أبونا بعد كده يستضيفكم عندنا تصلي قداس وتاخدوا بركتها. بمناسبة احنا بقى في كنيسة العذراء هقول لكم على حاجة ظريفة قوي. كنا بنصلي قداس في عيد العذراء، في الصيام الكبير، واحنا في القداس كان في ناس من سوريا حاضرين القداس ده في الكنيسة الأثرية دي، واحنا بنبخر، فالبنت، بنت دي دكتورة، وما هما روم أرثوذكس، هما أرثوذكس يعني، فقالت لها شوف يا ماما في عروسة نازلة من على السلالم، ايه اللي جاب العروسة دي هنا لابسة أبيض؟ فقالت لها عروسة ايه يا بنتي، بص القداس أبونا ما بيحبش يحب كل زي ما أنا ايه واخد بال بتوع قديس استفانوس دول متابعهم، بطلوا كلام وبقوا معايا أول بأول. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له قال لها خليكي معانا، سيب العروسه دي وخليكي معايا. قالت لها بس بصي، شافت العروسه بعد كده بترجع تبص لقيت العروسه دي اختفت.
اليوم ده كان يوم عيد العذراء اللي احنا بنحتفل بيه كل شهر. يوم كام؟ كام؟ 21 يوم كل شهر. فالعذراء، العذراء مريم، احنا كلنا بنحبها، احنا كلنا بنحبها. وعايز اقول لكم حاجة، كل سنة وانتم طيبين. هما طلبوا مني الاتي، اعطوني ورقة بيقولوا لي لازم تشكر الاستاذ ناجي ويليام، طبعا لانه هو اللي قال لي وتعالى تيجي تحضر وتقول وتشوف ناس قديسين في العالم تتعلم منهم الحياة وتتعلم منهم الـ 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 البركة، وتشوف ان الكنيسة القبطية فيها قديسين عايشين على الارض. ده الاستاذ ناجي. طبعا الاجتماع طبعا تحت رعاية ابونا القمص، ابونا يوحنا ياسا وابونا انطونيوس. طبعا دول انا ما اقدرش، هم دعوني بس قلت لهم مش هقدر اخش الا لما ابونا يتصل بيا استاذنه، في كده بروتوكول. طبعا انا فرحان لما دخلت الكنيسه لقيت ربنا يبارك ملائكه في كل حته، واولاد وخدمه وخدام، وحاجه تفرح. ربنا يبارك فيكم ويبارك في الخدمه، ويبارك في الابهات اللي عملوا الخدمه، ويبارك في الخدام اللي بينقلوا بيساعدوا مع الابهات في الخدمه، ويبارك في الخدام الشطار اللي بيحضروا ويتعلموا وبيعلموا الولاد اللي بيسمعوا. كل سنه وانتم طيبين. بركه الشهيد العظيم مريمين العجايبي تكون معاكم. انت قلت خلاص انا ايه ايه مريمينا بيعمل معجزات كثيره في الدير. معجزه، معجزه المريمين. اقول لكم حاجه؟ لا، ما عشان الوقت، لا ما انا لازم ابقى ملتزم، لازم ابقى ملتزم. المعجزه كل واحد بيروح عند مريمينا بيطلب منه طلب يديها له، روحوا جربوا قدام القبر بتاعه. ربنا السيد المسيح وهو في السجن قال له كده، اي حد هيجي يقف قدام القبر بتاعك ويطلب طلب انا هستجيب له. وده حصلت مع واحد يعني غير مسيحي، وقلت له اقف قول. بعد كده رن عليه قلت له حصل معاك كذا 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 كذا. الكنيسه القبطيه قايمه على المعجزات. اللي بيحقق الايمان احنا ماشيين صح ولا غلط؟ لا ماشيين صح. القديسين اللي استشهدوا احنا عايشين على، مش احنا بناخد قدوة؟ احنا ماخدين مرمينا قدوة. والبابا كرولوس استضافوني في الجامعة الامريكية عشان اتكلم عن حاجة معينة كده، عن الكتابات اللي بتتكتب للاولياء وكده. فخلوا واحد يتكلم عن عصر الفراعنة، وانا هتكلم عن الحقبة القبطية، وفي صحفية هتتكلم أو دكتورة هتتكلم عن الحقبة الإسلامية. وبدأوا يتكلموا عن الكتابات، عارفين الكتابات اللي انتوا تكتبوها عند جسد البابا كرولوس ديت وكده. وهو كان فيلم، كان فيلم عرضوه، كان عمله صحفي كده اسمه مش عارف اسمه ايه، عيسى، ابراهيم عيسى. وانا طبعا اتفرجت عليه عشان افهم الفكره يعني. انا نقلتهم قلت لهم انا هحكي لكم قصه. المهم الراجل المدعبه في القصه ان الراجل الفرعوني ده كتب لمراته بعد ما توفت ان هو عايز يتجوز. فقلت لهم ايه؟ قلت لهم حتى الستات بتوع الفراعنه كانوا بيخوفوا بعد الممات كمان، بعد ما ماتت بيستاذنها ان هو يتجوز. انا كلمتهم عن ان الناس دي قدوه. احنا مش بنكتب لناس، احنا بنكتب لناس عاشوا حياة القداسة، بنتعلم منهم. بابا كرولوس ده قصة، كان قديس وهو عايش وهو في العالم وهو بعد انتقاله. بنتعلم السلوكيات، الأصوام، التواضع،
الحب. لكن مش بنتكلم عن كتابات ونقلتهم بقى على موضوع الشفاعة. يعني كل سنة وانتم طيبين. اي سؤال تفضلي. في دير مرمينة لا الكلام ده غلط موجود. اكتشف حركة الجسد بتاع مرمينة. جسد مرمينة كان في منطقة مريوط، راح لمنطقة بنها العسل، بعد كده راح دير مرمينة مصر القديمة اللي هو دير مرمينة اللي مش الزهراء، دير مرمينة مصر القديمة. وهناك الكاهن بعد مدة من الزمن، كانوا الكاهن كان عينهم 3 أنابيب في حيطة من الحيطان كده، فهم بيوسعوا الكنيسة، فابونا بيهد الحيطة لقى 3 أنابيب. كان البابا كيرلس بقى هو البطريرك، فراح للبابا قال له سيب أنبوبة للكنيسة للكنيسة بتاعت مريمينة ديت، وخد واحدة حطها في الزهراء، والواحدة والجزء الثالث وديه الدير، خدنا منه واحد في الدير الحديث وخدنا منه جزء في الدير القديم. أي سؤال؟ كل كاهن بيحب يهدي لابونا أو يهدي للأب الأسقف فبيديله جزء. السؤال الثالث. 4 questions not more. ده رقم 3. على بعد 3 كيلو الدير الحديث على حدود المنطقة الأثرية. على بعد 3 كيلو من هناك. الأتوبيس اللي انت جاية فيه في الرحلة قول له عايز اروح. لازم تيجي الأستاذ رجي يطلع لكم رحلة. كانوا هناك الشهر اللي فات مع ابونا جرجس، كان خادم في... السؤال الرابع. Last question. قلت مستمر ثابت صامت، ده معناه يعني انا عجايبي وصانع المعجزات. ومريمينا ده قصة. كل بيت في مصر في اسم مينا، كل بيت في مصر في كرولوس. شوفوا واحد لما يحب واحد يعمل ايه. شوفوا القداسة حاجة كبيرة قوي. كل سنة وانتم طيبين وفرصة سعيدة ونورت، خدنا بركة.